سلمى، بيلعب التحفيز دور أساسي بحياة الإنسان، وهو طريق جيد للتألق والنجاح والتطوير بالعمل. طبعا يمكن أن نجعل الحافز أسلوب لتطوير العمل، لكن نتعرف على الأسباب اليوم مع ضيفتنا دون أن يصبح غاية بحد ذاته، لحتى نعرف شو هي الطرق للتحفيز إن كان بالعمل وإن كان بأسلوب الحياة. راح نحكي ونتعرف عليه أكثر مع ضيفتنا نهى شويحني، مستشارة بإدارة الموارد البشرية وايضا التطوير الاستراتيجي للمؤسسات. يسعد صباحك يا نهى، اشتقنا صباح لك. صباح الخير، ميرسي زينب. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. الخير، الله يسلمك. صباح يا رب. التحفيز، خلينا صباح نقول اليوم الحماس والنشاط مع المطر. مع المطر ان شاء الله يا رب، الله يبعث الخير. آمين. يعني دائما بنقول التحفيز هو شيء كثير اساسي ومرافق لاي عمل باي مؤسسه لحتى يكون في نجاح وتطور. كيف بنقدر نخلي هالتحفيز هو اسلوب؟ تمام. هلا نحن سلمى، السبب الاساسي للتحفيز هو اني نحن عندنا بيئه عمل عم تكون عاده بتبدا بتصير سلبيه، بخف اداء الموظفين، بيصيروا هذا بياثر على انتاجيه العامل، وهذا الشيء بخلينا بعدين بعد فتره اني ما عاد في انتاجيه ابدا بالمؤسسه، واداء المؤسسه انحدر. فلذلك التحفيز يعني اسبابه، اول شيء بدنا نعرف اني ليه بدنا نحفز، لاني في احباط، وقد ايه نسبة الإحباط عم تكون بشكل عام بالمؤسسة؟ كل ما زادت نسبة الإحباط زاد معناتها صار بدنا تحفيز أعلى، بس ما لازم نوصل لهالمرحلة هاي، ولكن نحن بدنا نكون واقعيين. بسبب الظروف، بسبب الأزمة، عم يزيد الإحباط، الناس عليها ضغوطات كتير كبيرة. صحيح. في هلأ دور المؤسسات لوعي دور التحفيز بالشركة كتير مهم، بس هذا كله يعني نحن لما نحكي تحفيز في عدة أسباب أو قصص معينة ممكن تعمل بدنا حافز. في حوافز مادية وحوافز معنوية، يعني وحوافز كمان إنتاجية، يعني ثلاث أنواع. فالحوافز الإنتاجية مرتبطة بطبيعة العمل، أنا لو أعطيت العامل مهام غير مرتبطة بطبيعة عمله فما رح يقدر يكون محفز ولا رح يقدر يكون منتج. فنحن قبل ما نقول أنا اليوم ممكن أعمل حوافز مكافأة يلي هي التقليدية، قل له شكرا، قل له عدة، بس في أسباب جذرية أنا ما تخلصت منها. فأنا مفروض حلل المرض أو الموجود بالمؤسسة، هل هي طبيعة العمل يلي عم تس أنا شخص أحيانا بيعمل الشخص كتير منيح، ما في أبدا تقدير من مديره المباشر، دائما تكسير من قبل المدير المباشر. في مدراء مهما كنتي معهم منيحه وقدمتي لهم شغل بيطير العائل، بيضلوا لازم يطالعوا لك في نقطه غلطتي فيها بهذا السطر. طيب انت ضيعت لي تعب 90% على نقطه، يعني هذا الكلام هو اكبر عامل. فانت لو كنتي بقسم اخر عملتي حوافز ما رح يستفيد الشخص، لاني انا المشكله ما حليتها. فأسباب التحفيز نحن بدنا نشوف جذور المشكلة، ممكن يكون المدير، ممكن نحن كثير أنا بسمع قصص خاصة بالقطاع الحكومي بتتكرر، بتتشكل لجان، بيجيبوا ناس مستشارين من برا، بيدفعوا لهم مصاري كثير، بتركوا الناس اللي خبرات عم تعمل مشروع. أحيانا بيكون هو لو رح يجيبوا خبرات من برا بتكلف لنفترض 10 مليون، إجا عندك شخص عملها بتكلفة 500 ألف، طيب أعطيه مكافأة، حتى هي المكافأة بيبخلوا عليهم فيها. فنحن في عدم تقدير حجم العمل، عدم تقدير للإنتاجية أو الأهداف اللي عم ينتجها الموظف. لو عطيته مكافأة وما كانت بمكانها الصح وقيمتها الصح وتوقيتها الصح، لأن أحيانا التوقيت لما تتأخر كتير بتكون هداك الوقت خسرنا كتير جزء كبير منها. فلذلك نحن لما نحكي رح نحفز الأفراد المفروض نشتغل على موضوع، أول شيء ندرس طبيعة العمل تبعت الأفراد، هل هي مهامهم عم يشتغلوا فيها بشكل صحيح أم لا، هل هي تتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم أم لا، هل هو إذا أنتج وعطاني قيمة مضافة هل أنا عم بقدر أني أقدر له، خليني أقدر له هالعمل، كيف في عندي مكافأة، في عندي رسالة شكر قدام المؤسسة كلياتها، وممكن أعمل تكريم أفضل موظف بالشهر.
هذا الموظف قدام الكل بنحكى إنجازاته، لأن كتير نحن حلو بالأخير نحكي إنجازاتنا أو منريد إنجازاتنا تنحكى على مستوى المؤسسة. ففي حافز، نحن الراتب هذا عبارة عن البطاقة العمل يلي أنت وصفك الوظيفي، مهامك العمل يلي عندنا بطالة مقنعة مليانة يلي هو ما عاد وقيمته المادية ما عاد تعطي كتير كبيرة، فمعناتها الراتب هذا ما له حافز أبدا للعمل. فالمفروض عنا بهيكلة إدارة الرواتب يصير في جزء راتب لنفترض عليه 50% و50% تحفيز مرتبط بالأهداف، مرتبط بالإنتاجية، مرتبط ببرامج تكريمية، فبحيث بالأخير يكون في كتلة المادية تبعت الموظف. أنا اليوم المفروض حسسه مادياً أني كمان لأني ضمن الظروف والأزمات أكيد رح نراعي وضع المؤسسات والأزمة يكون شيء منطقي، ولكن تتناسب. مو معقولة اللي عم يعمل عمل بسيط يتكافئ بنفس قيمة اللي عامل لي عمل هذا، لأني ليش سكيل أو درجة المكافأة هي نفس السوية. لا، المفروض أني أنا أقدر حجم العمل والقيمة المضافة اللي قدم لي إياها مقابل التحفيز هذا. بهيك بتحفز لما بيحس أني أنا حجم العمل اللي قدمته كان كبير وأخذت عليه إن شاء الله 1000، 2000، 3، 4، هل هو أخذت أنا أكثر من الشخص يلي قدم هذا، فهذا أكيد بيعمل حافز. مشاركة الموظف بالأهداف هي كتير دورها مهم لتعمل حوافز عنا تانية. ممكن نحن نعمل لهم لعبة فريق، ورشة عمل يشاركوا بوضع أهدافهم، يتشاركوا مع مديرهم. العلاقة بين المدير، أنا برجع بقولها، والموظف كتير أساسية لنجاح العمل، لأني بيجي كتير ناس ما بتتخلى عن عملها بصراحة لسبب المدير. ولذلك رح يكون نحن كتير ننتبه على مدراءنا واختيارهم وين مكانهم بالمؤسسات، لأني إذا ما كانوا هن عم يكونوا صح، مهما عملت أنا برامج تحفيزية، مهما عملت مكافآت، ما رح تنجح إذا ما كان عندي بيئة حاضنة صحيحة لهذا الشيء. نعم، يعني نوها مثل ما حكيتي أنه التحفيز قد يكون مادي وقد يكون معنوي، وهو الأهم يعني حتى الواحد يحس بقيمة العمل اللي قام فيه. خلينا نحكي بس في سؤال، متى يحتاج الشخص للتحفيز؟ نحن بنعرف أحيانا في محسوبيات بالتحفيز، يعني ممكن يكون شخص ما بيشتغل لكن يتحفز معنويا أو ماديا غير الشخص اللي عم يشتغل ويقوم بواجباته وأكثر، هذا بيعمل أحباط وروتين بالعمل وأنه خلص ما في شيء متقدر. فخلينا نحكي على التوقيت، أمتى الشخص يحتاج إلى التحفيز، وهل ممكن يصير نمط حياة إن كان بالمؤسسات العامة أو الخاصة؟ تمام. هلا قلتي نقطة كثير مهمة يا زينب. نحن في عنا ناس الله خالقهم منتجين، الله خالقهم يعني ما شاء الله لنمو، تمام، دائما طاقة، بيحبطوا لما ما تقولي لهم كلمة شكرا. صحيح، ما ناطرين يمكن التحفيز المادي قد ما ناطرين التحفيز المعنوي. تمام، ولكن في عنا أشخاص أداؤهم عادي أو تحت العادي، هدول كيف ممكن نرفع سويتهم؟ هدول بدهم دمج مع الدينمو. تمام. فلذلك لما بيكون تنحط طبيعة العمل، بس اليوم لو عطيتي لهذا الشخص اللي عم تحكي أداؤه وسط وتحت الوسط، لو عطيتي مصاري ما رح يتحفز، بالعكس للأسف. إني ممكن بس إذا عم بشغلة يعني بيصفقوا له أنه يعمل شغلة بس بالعكس، هذا بالعكس هو هذا الشخص اللي عم تعطيه مصاري، هو بأداؤه بتقييم أداؤه وسط أو إنجازاته ما لها كتير قوية، ما تفكر إذا عم تعطيه مصاري هو عم تحفز. أنت عم تحبط القوي اللي عم يشتغل وعم تقوي الضعيف اللي هو رح يضله ضعيف. ليش رح يضله ضعيف؟ لأني مو هو المصاري رح تحفزه، رح تحفزه المفروض اني ادرس طبيعة عمله هل تتناسب مع مع شغله. ممكن اعمل جوب روتيشن، نقل للعمل بمكان تاني يكون انتاجيته افضل. تمام. انت الحافز المادي لهيك اشخاص ما بترفع الا اذا ربطناها بالاهداف بتاسكات بالعمل. يعني انت عندك هذا الشهر بدك تخلص 1، 2، 3، خلصتهم اخذت عليهم هداك الوقت هي يعني بيعتبرها مكافأة. بس نحن عمليا إذا مثل ما قلت أنا سلم الرواتب، نحط جزء راتب أساسي مهام وظيفية، جزء أهداف، جزء مهام تانية، فبتصير هداك الوقت في عنده جزء رح يخسره، والإنسان بس ما حس حاله عم يخسر أو ممكن يتأثر سلبيا ممكن هداك الوقت يعني يصير الحافز، لأنه يعني هو بده حافز سلبي
مو حافز ايجابي، يعني بده عقوبه، بده راس، بده بصراحه مو يعني انت مثل ابنك اذا دللتيه ضليتي عم تدلليه ما بينتج. صحيح. بس انت في ايام بتقولي له ماما هاي ما بصير بدي احط لك اكس مثلا، كنت احط لهم لاولادي اكس على الورقه اذا غلطوا، بدي احط لك اكس اللي هي نحن هلا بمجال العمل اكيد تنبيه، warning letter، رساله تنبيه او انذار. ما كل القصه نحن الحافز، بالعكس في ناس كثير منيح بعد الانذار الكتابي بتلاقي اداء كثير للاسف منيح. فهذا الشيء بيحدده نظام العمل من اجور ورواتب وحوافز وعقوبات، يعني رب العالمين قال لك اجر وثواب وعقاب، ما قال لك بس رح اعطيك اجر وثواب، اعطاك عقاب، معناتها الدنيا في اشخاص ما بتشتغل بس بالاجر والثواب، في ناس للاسف تشتغل بالعقاب. ولكن التوقيت الصح مثل ما قلتي، يعني احنا حتى الحافز اذا انا عملت ما تكرمت فورا لبعد 3 شهور ما عاد في داعي، ما بيفقد قيمته تماما. وهذا اللي كان بدي احكي مع حضرتك فيه استاذه نهى قبل ما نختم حديثنا اليوم، قد ايه مهم يكون كل شيء محسوب صح، يعني مثل ما قلتي الحافز بوقته، حتى العقوبه بوقتها، لحتى بالنهايه يكون هذا النظام العمل النظام يعطي نتيجه. تمام. هلا هون بدها كثير توعيه للمدراء، وبدها طبعا قسم الموارد البشريه بالمؤسسات سواء الخاصه او العامه تبني نظام عمل تحفيزي وعقوبات حقيقيه مرتبطه بطبيعه أداء العمل والإنتاجية، مو مرتبطة بهذا معنيش. مع احترامي لقانون العمل أكيد أساسي، بس نحن هاي القصص التقليدية الكلاسيكية خلينا نطلع منها. ما في شيء اسمه في ظروف إنسان، أنت عم تتعامل مع بشر، أنت هدول ما لهم مكانات. أنا ممكن استثني كتير، أنا ممكن أني أحفز الموظف أعطيه يوم إجازة، يعني قله معك ساعتين لا تجي الصبح، بس أنا بالمقابل اشتغل لي 4 ساعات بالبيت اعطاني انتاجيه، معناتها انا ممكن ببعض القصص اكيد ما بدي اياها تسيب بالعمل، بس ممكن اني انا ليش عم بقول اني انت كموارد بشريه المفروض تترك اداه بايد المدير ليريح الموظف، مو ليكون عم يضغطه نفسيا، والله هيك بدهم قسم الموارد البشريه، بدك تجي على الوقت، انا بدك اجي على الوقت واشتغل 4 ساعات بالبيت، الله ما قالها. فاليوم لازم يكون في انظمه نطلع من التقليديه، نحط ضوابط تحفيزيه، كتله اصلا هيكليه نحن اغلب المؤسسات هيكليه الرواتب والاجور تقسيماتها غلط غير منتجة، وتوقيتها حتى المفروض نحن ينكتب تتعلق بإنتاجية المؤسسة، ربحت المؤسسة الموظفين إجاهم أكثر مصاري، يحسوا حالهم هن جزء من المؤسسة، مو ربحت المؤسسة عم تربح وهن ما عم يحصلوا على الشيء. فحتى المؤسسات إذا حققت أهدافها كقطاع حكومي أكيد ما رح يعرف الموظف بالأرباح، بس على الأقل إذا حققت أهدافها نحط نحن مثل معيار مؤشر أداء لألو ترتبط فيها. أكيد يعني نهى عطتنا هيك ملخص عن التحفيز أيا كان نوعه، ونتمنى أنه يطبق عن جد بشكل فعال بالمؤسسات أيا كانت خاصة أو حكومية وبشكل عادل أهم شيء. إن شاء الله. شكرا يعني لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي عطتنا. شكرا لكم. شكرا للإخبارية. شكرا لك.